اليوم باللقب، يبقى اربع بطولات ثلاثيه تاريخيه مع بايرن ميونخ. ونفس الكلام عن الاسباني، ولو فاز النهارده اسبانيا خافي مارتينيز اللي ضمن البدلاء يعني ايضا يبقى عنده نفس الكلام. ادي من هنا اوسكار الانطلاقه، هولك كره العرضيه فريد، وممكن اول هدف اللقاء، ولكن هنا الكره مخطوفه مخطوفه مخطوفه. الدفاع الاسباني في هذه اللقطه يتلقى في شباكه واحد من اسرع الاهداف في المباراه النهائيه بعد دقيقه و23 ثانيه تقريبا، يخطف فريد الهدف الاول ليه في هذه المباراه ويسجل كما كان اول من سجل في مركانا الجديد في مرمى المنتخب الانجليزي في اللقاء ودي للمنتخب البرازيلي. اذا البرازيل تشعل الملعب والهدف كما نتابع. ادي هولك وادي الكره العرضيه هنا من جانب اللاعب هولك، شوف هنا فريد والتقاء، وارمي لوا يبحث عن الكره، ثم امامنا هنا بقى يخطفها فريد من الوضع راقدا اللاعب فلومينيزي اللي بيسجل في هذه اللحظات الهدف الرابع ليه في هذه البطوله، يتساوى مع ابل هرنانديز. ادي امامنا الكره من راموس ترتطم في ايد ارمي لوا، ثم يجدها فريد وفي مرمى الحارس، وسعاده وفرحه امامنا هو بيك دوليه مع المنتخب الاسباني. ادي امامنا هنا اوسكار، شوف المساحات الموجوده في خط الظهر في وسط الملعب، وادي انطلاقات نيمار، نيمار الى اوسكار، اوسكار يبحث عن نيمار مره ثانيه يتلاعبوا، وادي نيمار يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يحطها له في الشبكه. الكره ايه؟ الكره رايحه تظهر في الشبكه، الكره في الشباك امامنا. بص شوف نيمار، بص شوف البرازيل، بص شوف الافضل. لا تقول لي اسبانيا هي البرازيل التاريخ، لكن ايه التاريخ اتركوه جانبا، هو فريق الحاضر وفريق المستقبل. بص شوف اوسكار ونيمار ماذا يفعلان بقى في الدفاع البرازيلي، ونيمار يسجل الهدف الذي لا يصد ولا يرد، يضعها في مرمى كازياس. احترم كازياس ولكن ساكون سعيد عندما اسجل. وادي امامنا هنا نيمار والعوده من التسلل وتمريره اوسكار الممتازه، وشوف نيمار بقى يحطها له فين؟ يحطها له في المقص الشمال لكازياس، اليمين للنجم امامنا اهو، شوف حطها له زرعها هذه المنطقه. هذا الهدف الجميل، الهدف اللي يضع هذا اللاعب ايضا برصيد اربع اهداف، شأنه شأن اللاعب فريد. الهدف الجميل في الدقيقه امامنا 43، والهدف لنيمار صانع المتعه وصانع الفرحه هنا في هذه الليله. المنتخب الاسباني يتلقى في شباكه هدفين، هدف لفريد مع بدايه وانصراف المباراه في الدقيقه الثانيه، ثم نيمار في الدقيقه 43 لحظات البدايه. مارسيلو منتخب البرازيل يضغط على الهدف الثالث، 6-1 النتيجه الأسوأ في تاريخ اسبانيا كانت امام البرازيل في 1950. وادي فريد، وهي 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 هي الثالث، هو الثالث هو الثالث. ليله سقوط البطل في هذه الامسيه، ولكن عوده البطل الحقيقي امامنا هنا. يلعب البرازيل ويسجل فريد الهدف الخامس ليه عشان يتساوى مع توريس في هذه البطوله، والثالث للبرازيل في هذه المباراه، والثاني لفريد. الهدف ياتي في الدقيقه كام؟ الدقيقه الثانيه. اذا البرازيل تسجل مبكرا عشان تصعد من المهمه. بص شوف مارسيلو، شوف البرازيل، شوف التحرك وشوف اللمسه. وادي امامنا التمريره الجميله جدا من اللاعب هالك، ياخدها على طول على عبها كده وهي جايه زي ما هي ولا وقف. وادي امامنا سيزار سبيليكويتا لسه بيتعرف ولسه بيقول له نحب نتعرف، لكن يعرفه قدره ويعرف امامنا المنتخب البرازيلي المنتخب الاسباني قدره. الاسبان صحيح ابطال، لكن الليله الابطال هم البرازيل. ادي فريد يسجل في الدقيقه الثانيه الهدف الثاني ليه في اللقاء والثالث في المباراه للمنتخب البرازيلي. فريد في الدقيقه الثانيه، نيمار في الدقيقه 44، وفريد في الدقيقه 47 الهدف الخامس لفريد في هذه البطوله. كان مهاجما في ليون وتألق، ولكن بقى انتقل الى فلومينيزي.